تتواصل المظاهرات لليوم 13 على التوالي بمحافظة سويداء في جنوب سوريا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وللمطالبة برحيل النظام. وقال ناشطون إن المحتجين رفعوا صورا خلال احتجاجات اليوم لمعتقلين في سجون النظام وطالبوا برحيله. وشمالي حلب خرجت مظاهرة في مدينة جنديرس تأييدا للحراك في السويداء وتضامنا مع الأحداث في دير الزور وبقية المناطق السورية الأخرى، وهتف المحتجون بشعارات تطالب برحيل النظام. كل الشعب غاطه، حكم قلب حاطه، كل الشعب غاطه، حكم قلب حاطه، عذرا عن ما لافه، عذرا عن ما لافه، ابن الجاح اشمو منا، ابن الجاح اشمو منا. كنا قد طلبنا منكم مشاهدينا آراءكم عبر خدمة الخط الساخن للجزيرة مباشر حول استمرار تظاهرات السويداء، فكانت تلك جانب من المشاركات. تحية إلى كل الثوار، إلى كل الأحرار في بقاع الوطن السوري الحبيب، وأخص بالذكر أبناء محافظتي، أبناء جبل العرب الأشم. تحية من شاعرة الجبل، وإليكم بعض الأبيات الارتجالية فقط لمشاركتكم في هذا العرس الوطني الكبير في هذه الجمعة العظيمة. تحية لكل الشرفاء أينما كنتم. إليكم هذه الأبيات: ولاد سويدا ثوروا ثوروا والخاين رح يجي دوره، ولاد بلادي ثوروا ثوروا والخاين رح يجي دوره، واللي بالألتيكم لزق عالكرسي وما شايف غير الثورة حلم وبيتحقق، شعبي قرر هو مصيره، ما عاد مجنون يصدق كذباته كثرة تبريره، لا أذرع خارجية ولا من دسه غيره غيره، نحنا في عنا قضية الشعب يقرر هو مصيره، لا تفتح حمام الدم، لا تفتح حمام الدم السوري تحمل كثر خيره، ارحل ارحل خلي عندك دم واحقن دمك مالك غيره، بدنا عالثورة نلتم الشعب العارف خطة سيره، لا تتزعزع لا تهتم ما في حاكم ما اجا غيره، شفنا منك حقد وسم وشفنا صواريخك بيطيروا، كيماوي وشرب هالكم، كيماوي وشرب هالكم، والرضع ارقام يصيروا، عندك هم وما ينلم. النظام في سوريا نظام قمعي دكتاتوري استبدادي عدائي لكل الشعب، واعتقالات تعسفية مستمرة غير إنسانية، يتطلب إنهاء هذا النظام في أسرع وقت ممكن لأنه يحكم من أكثر من 55 سنة. إن سوريا لن تتوقف المظاهرات فيها منذ أن اندلعت سنة 2011، ولكن بعض من قادة الثورة وبعض من قادة الفصائل المسلحة قد باعوا الثورة لهذا النظام المجرم في سوريا، وبناء على هذا البيع أنا كرأي شخصي قد تنبأت بأن هناك تسونامي سيعود في 2023. يعني نود أن نقول بأن السوريين كما تحدثنا وأسلفنا سابقا بأنهم يعانون معاناة كبيرة، معاناة اقتصادية وسياسية ومعاناة اجتماعية أيضا، وعدم استقرار نتيجة الخلاف السياسي الدائر
بين المعارضة والحكومة أو بين الرئيس بشار الأسد ومعارضيه في الحكومة، وأيضا بين التدخلات الخارجية التي لها علاقة أيضا بعدم الاستقرار في سوريا. كل هذه الأمور وكل هذه المعضلات تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوريا وعدم استقرار الشعب السوري المنهك المنتهك منذ العام 2011، منذ بداية الثورة في سوريا كما أسلفت سابقا. مزيد من المتابعة ونقاش تنضم إلينا عبر الانترنت من اسطنبول ربا حبوش نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري. سيدة ربا مرحبا بك. والسويداء لما لها من خصوصية تحديدا متعلقة بهذه المنطقة تستمر في التظاهر لليوم 13 على التوالي، شعارات غابت لسنوات عادت مرة أخرى في هذه التظاهرات، إرحال يا بشار وسوريا بدها حرية، كيف تابعتم ذلك؟ مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين، وكل التحية والاحترام لثوار سوريا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. صحيح أن للسويداء خصوصية باعتبار معظمهم من طائفة واحدة، لكننا لم نشعر ذلك يوما ولم يكون هناك أي مشكلة بهذا الخصوص. والسويداء لم تكن غائبة يوما عن الثورة السورية وعن الحراك، كان لها منذ اليوم الأول مظاهرات، صحيح أنها كانت تنقطع وتعود وتنقطع وتعود، لكنها قلبا وقالبا كانت مع الثورة السورية، حتى أنها محافظة التي لم ترسل أبنائها لخدمة الجيش، جيش النظام الذي كان يقتل الشعب السوري. على مقربة من السويداء درعا، مهد الثورة السورية التي أيضا لم تتوقف فيها المظاهرات، تلك المحافظة التي رغم التسويات التي أجبرت عليها من قبل النظام وحلفائه الروس عندما اتبعوا سياسة الأرض المحروقة في تلك المحافظة، مع ذلك لم يتوقفوا يوما عن الخروج ضد النظام والقيام بعمليات نوعية مؤلمة للنظام بقتل مجندين لديه أو بقتل ضباط لديه. إذن تلك المنطقة في جنوب سوريا لم تكن يوما خارج الثورة، لم تكن خارج السياق الذي نسعى من خلاله للوصول لدولة ديمقراطية. منذ 2011 كان هذا الحراك، كما قلت ربما كان يخبو أحيانا لكنه لم ينقطع، كان مستمرا بطرق مختلفة. منذ يعني أعتقد عام 2020 كان هناك مظاهرات كبيرة في السويداء أيضا للتنديد بالنظام. الأهم من كل ذلك أن التضامن الشعبي بين أبناء وبنات الشعب السوري جنوبا وشمالا وفي كل المناطق التي وحدت المطالب، نحن ما زلنا منذ 2011 نقول لا يمكن أن تستقر سوريا بوجود هذا النظام المجرم، هذا النظام الذي دمر البلاد وهجر أكثر من 14 مليون من السوريين وقصف الناس بالكيماوي وبالصواريخ وقام بكل الانتهاكات المحرمة دوليا، لا يمكن أن تستقر هذه البلاد بوجوده. يعني مثلا النظام عندما قال أنه انتصر، وهو انتصر على الشعب برأيه طبعا وهو لم ينتصر والجواب الآن هو في الساحات، عندما قال هذه السردية الكاذبة بأنه انتصر تمام بعد وعاد المناطق إلى سيطرته بقوة السلاح الروسي والسلاح الإيراني، لماذا لم يقم بتحسين الوضع المعيشي للناس؟ لأنه كاذب، لأنه مجرم، لأنه لا تعنيه ما يعني معاناة السوريين، بل هو يمعن في إذلالهم ويريد أن يجوعهم ويريد أن ينتهك كرامتهم وأعراضهم. هذا هو النظام، هذا هو باختصار الرد الآن على المجتمع الدولي المتخاذل منذ عام 2011 حتى الآن هو هذه المظاهرات التي خرجت. الدول التي ذهبت لتطبع مع النظام على أمل أن هذا النظام ربما يقدم خطوات، جاء الرد أيضا عليهم من خلال هذه المظاهرات. نعم. أين الوعود التي قدمها نظام الأسد المجرم؟ أين هي تحسين الأوضاع المعيشية؟ هو يسرق المساعدات التي تأتي ويعطيها لإيران ويعطيها لشبيحته، هو يقوم حتى يوم الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا قام بسرقة المساعدات والجميع يعلم ذلك وكل شيء موثق، لكن على ما يبدو أحيانا العالم يدير وجهه للطرف الآخر. نحن نعلم كواليس السياسة ونعلم أن المصالح والتعقيدات كبيرة، لكن عندما تستمر المظاهرات كل هذه السنوات إلى سويداء وإلى اليوم متابعة التطورات من أحد النشطاء هناك مروان حمزة الناشط السياسي
السورية، انضموا إلينا عبر الهاتف من السويداء. سيد مروان، يعني ما هي الصورة الآن لديكم في السويداء لليوم 13 على التوالي؟ تستمر المظاهرات في الخروج يوميا المطالبة برحيل النظام. الله يسعد مساكم جميعا، تحياتي لكم وللمشاركين بهذا الحوار ولكل المشاهدين. اليوم كانت صورة من ساحة الكرامة، صورة رائعة جدا. أكيد شفتوا فيديوهات بيّنت حجم المشاركة لساحة الكرامة. كانت الساحة تغص بالمتظاهرين على ذكرى أبيها. ساحة متنوعة فيها النساء والشباب والأطفال والشيوخ والأعلام والبيارة وكل ما يدعو إلى البهجة، والجميع يصرخ بنا المعتقلين، بنا تطبيق القرار 2254، بنا معرفة المغيبين قسريا في سجون هذا النظام، بنا رحيل هذا النظام. اليوم الساحة وفدت عليها من كل المحافظة، من كل قرى المحافظة. الحضور كان بالآلاف، يعني ما بعرف، يعني فوق 4-5 آلاف كانوا اليوم مشاركين بساحة الكرامة. هذه الساحة اللي تعودت على استقبال هؤلاء منذ 13 يوم إلى الآن لا تكل ولا تمل. وهناك اعتصامات مسائية بأغلب قرى الجبل. هذه الاعتصامات فيها نساء وفيها أطفال وفيها من كل فئات المجتمع، وتؤكد يوما بعد يوم على إصرارها على نيل الحرية، إصرارها على الكلام الذي تكلمنا به من أول يوم، وهو مطلبنا بالحرية وبالكرامة. نعم. طيب سيد مروان، ما الذي تعولون عليه من قبل النظام السوري؟ كيف تعتقدون أن يستجيب إليكم في هذه التظاهرات؟ والله هذا النظام لو بده يستجيب كان استجاب من أول يوم بالتظاهر اللي كان قبل 15 يوم. لكنه هذا النظام حط أذن من طين وأخرى من عجين، وكأنه هذا الشعب كله مش معول عليه. هذه التظاهرات الجديدة راح تغير التاريخ. تظاهرات السويدة حاليا هي استمرار لتظاهرات 2011، هي اكمال للثورة اللي قامت بكل المحافظات السورية بدرعا. نحن نوجه تحية لأحرار درعا وللمظاهرات اللي عم تقوم يوميا بدرعا، درعا التي اكلت الكثير من اجرام هذا النظام، درعا التي فر شبابها الى جهات الدنيا الاربعة، درعا اللي ماتوا شبابها بالبحر بقذائف النظام ببراميل المتفجرة. تحية إلى الأحرار في إدلب، في مدن حلب، في دير الزور، في ريف دمشق، في كل المدن المنتفضة ضد هذا النظام. نحن لا نعول على هذا النظام شيء. لو بده يرد كان رد على هذه المظاهرات، لكن ما عنده شيء يقدمه. لا عنده يتراجع على القرارات الاقتصادية الأخيرة اللي طاولت الغلاء، طاولت غلاء المشتقات النفطية 300%. ما عنده شيء هذا النظام. هذا النظام كل مكتسباته كانت من سوريا هي سرقة كل شيء بسوريا. سرق النفط، سرق الآثار على مدى 40-50 سنة، سرق المساعدات مثل ما حكت محدثتي قبل قليل. المساعدات لا، والمساعدات كمان اللي ما كان يوزعها كان يدملها بالرمل مشان ما يطعم الناس ويحسسهم بالجوع. هذا النظام شو ما حكينا عنه أكيد رح نكون مقصرين. نحن الآن بمأزق، هذا المأزق هو النظام حطنا فيه. أنا بتمنى إنه هذه القصة تخلص قريبا، لأنه هذول الناس لهم حق يوصلوا لمطلبهم وهو الحرية والكرامة وسقوط هذا النظام ورحيل هذا النظام. ما بعرف كيف الحل بده يكون أو كيف بده ترتقي. ونحن يعني بنطالب الدول والمجتمع الدولي أن ينظر إلى ما يحصل في السويداء. هذا النظام تدرع على مدى 15 سنة و20 سنة و30 سنة بأنه حامل أقليات، وخاصة هذه النغمة اللي طلعت بعد 2011 حامل اقليات. ماذا يستطيع ان يفعل الان في محافظه السويداء؟ شكرا جزيلا. ولا تكفيريين ولا دواعش ولا سلفيين مثل ما كان يروج بالمحافظات الاخرى. نعم. السويداء مجتمع علماني، مجتمع مدني، مجتمع ديمقراطي، مجتمع بحب بعضه رغم الفساد والمؤامرات اللي كان يحيكها هذا النظام على ابناء الشعب. نعم السويدة. وضحت الفكره سيد مروان حمزه. كان يختلف الناشط السياسي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من السويداء، لك جزيل الشكر. عودوا لك مرة أخرى سيدة رنا. سيدة رنا، يعني ربما هذه التظاهرات تحيي في الأذهان
المطالب العادلة للثورة السورية، وخصوصا المتعلقة بمصير المعتقلين السياسيين، مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وبتحقيق العدالة بين المواطنين السوريين. ولكن إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه التظاهرات بعد كل ما آلت إليه الثورة السورية على مدار السنوات الماضية؟ أولا أريد أن أحيي الأستاذ مروان على شجاعته وعلى خروجه للإعلام، وأنا شاهدته وتابعته أكثر من مرة، هو والكثير من أبطال السويداء والمحافظات السورية في الجنوب، درعا البطولة مهد الثورة كما قلنا سابقا. بالنسبة لموضوع يعني المعتقلين تحديدا، نحن نعلم أن هذا الملف الذي فيه الآلاف، عشرات الآلاف من الضحايا الذين لا نعلم مصيرهم، إضافة لعوائلهم الذين فقط يبحثون عن بصيص أمل ليعلموا مصيرهم. بالتأكيد المطالب في الساحات الحرية والكرامة الآن تتحدث عن موضوع المعتقلين، وتتحدث عن مطالب سياسية. الموضوع ليس اقتصاديا، وليس موضوع أنه ضغوط اقتصادية، وكما يقول البعض أنه بسبب التجويع أو ما إلى ذلك. الموضوع هناك مطالب اقتصادية، مطالب سياسية تتحدث عن 2254، تتحدث عن انتقال سياسي، تتحدث عن إخراج المعتقلين والمختفين قسريا، تتحدث عن دولة ديمقراطية. إذن هذا الضغط المدني الشعبي لابد أن يفضي إلى نتيجة ما، والثورة لا تأتي على موجة واحدة. هذه المظاهرات هي امتداد لـ 2011، إذن هي موجات متلاحقة لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبها. لكن بعد تقريبا 13 عام على الثورة السورية ومنذ انطلاقتها، وبعد الدمار الكبير والأزمات التي صنعها النظام والإرهاب الذي صنعه النظام، ومحاولة يعني أن يقسم الشعب السوري شاقوليا وعموديا، نعم، هذا النظام خرب البنية، حاول بالأحرى أن يخرب البنية الاجتماعية للشعب السوري، لكنه لم يستطيع. هذه المظاهرات أهميتها تبقى بحراسها السلمي المدني. كل التحية لكل أبناء وبنات سوريا على امتداد البقعة السورية، البقاع الأراضي السورية، وإن شاء الله سنلتقي قريبا في سوريا بدون النظام، وسنتظاهر معا لتحقيق الديمقراطية، ونطالب بكل ما نرغب به منذ أول يوم من الثورة السورية. جزيلا سيدة ربا حبوش، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا على الانترنت من اسطنبول، لك جزيل الشكر.